الأستاذ الدكتور إيمان عزام، أستاذ مساعد الغدد الصماء والسكر كلية طب جامعة اسكندرية. النهاردة إحنا في المؤتمر 21 لجمعية الغدد الصماء والسكر والبدانة. المؤتمر ده قديم جداً، بقى 21 سنة. كل سنة حقيقة بيبقى عندنا speakers international وnational من كل جامعات مصر، بيتبادلوا الخبرات في كل المجالات بتاعة الغدد الصماء والسكر. السنة دي التوب بتاعتي أنا كانت في مرض السكر، إيه الإمباكت بتاع مرض السكر على الكارديوفاسكولار أوتكم، والإمباكت بتاع الكارديوفاسكولار ترايلز على الدايابيتس. الترايلز دي حقيقة بتبقى معمولة على أدوية السكر الجديدة، وإحنا شاهدنا في الفترة الأخرانية دي مجموعة كبيرة من أدوية السكر اللي بقت introduced في الماركت، اللي بتشتغل بميكانيزمز جديدة غير المتعارف عليها من الإنسولين والعقارات اللي نزلت في السوق من زمان. كل واحد من دول بيبقى له ميكانيزم اوف اكشن مختلف، فده اللي احنا بصدده في المحاضرة اللي انا ان شاء الله هلقيها، ان احنا نقول مين فيهم بيأثر على الكارديوفاسكولار سيستم، اللي هو القلب والضغط والاحتشاء بعضلة القلب وفشل بعضلة القلب والحاجات دي، مين العيانين اللي يعني يجب ان احنا نبعد عن بعض الأدوية بتاعت السكر فيهم، بيبقوا ليهم هاي ريسك او خطورة ان هم يتعاملوا مع بعض انواع أدوية السكر عن غيرهم من الناس. دي ان شاء الله هتبقى المحاضرة بتاعتي في المؤتمر السنة دي. برضو المهم ان احنا عندنا سبيكرز جايين انترناشنال من بره، من USA، من يونايتد كينجدم، من استراليا، كلهم جايين بيشاركوا برضو بخبراتهم، واحنا ان شاء الله المؤتمر السنه دي يحظى نجاح زي كل سنه باذن الله.